المزرعه الكرامي. هذه البلد بلد الى حتى بسويدا وبسوريا الى وقع كبير. والله يرحم حياه الشيخ ابو فهد وحيد البلعوس الشيخ الكرامي اللي انطلق من هون ووصل كلمه وحدت الشعب السوري. اللي قال دم السوري على السوري حرام ومنع اي شخص يروح يقاتل مع هذا الجيش المجرم، حطوا له عمه وقتلوه. هذول الابواش، هذول المجرمين، هذول القتله اللي قتلوا هو نفسه الامن العسكري الارهابي وميليشيا حزب الشيطان والحرس الثوري الايراني. ونحن دمنا راح ناخذ منهم وراح نحقق نصر لكل سوريا. واليوم الله راد مستمرين. فكمان بدي وجه تحيه لسماحه الشيخ، نحن عندنا شيخنا وتاج راسنا واللي اليوم هو صوت اللي عم يوصله صوت وخطابنا جامع لكل السوريين، هو سماحه الشيخ حكمه الهجري. ابدا الروح بالدم نرضيك ابو سلمان، بس بالدم نرضيك ابو سلمان، بالروح بالدم نرضيك ابو سلمان، بالروح بالدم نرضيك ابو سلمان. سماحة الشيخ حكمت ما بده تأويل، خطاب سماحة الشيخ حكمت تأييده للحراك. الحراك خرج لإسقاط النظام المجرم، ما عاد حدا يبند الحراك ولا يأول الحراك ولا يقعد يخفي من عنده. نحن اليوم حتى كلام المرجع الروحي نكن له كل الاحترام، سماحة الشيخ بيوسف أمين الصايغ هو قال كلمة، قال مع الدولة العادلة، وهذه الدولة ظالمة، دولة مجرمة، دولة قتلت أهلنا ودمرتهم وشردتهم ودخل كل جيوش الاحتلال وبعده لحد الساعة بيفتي بقتل الشعب السوري. ونحن خطابنا موحد، نريد دولة مدنية ديمقراطية عادلة بدون تمييز حزبي أو عنصري أو طائفي أو مناطقي، على أساس الدين لله والوطن للجميع. هذا خطابنا، ما حدا يسألنا. نحن سوريين ونعتز بهويتنا، وجدودنا اللي استشهدوا على أرض هذه البلد ما كان عندهم غير خطاب سوري سوري. منوجه تحية لأهلنا بكل المحافظات السورية، أهلنا بدرعا الأحرار، أهلنا بإدلب الأحرار، أهلنا بحلب الأحرار، أهلنا بالدير، أهلنا بالرقة، أهلنا بالحسكي، أهلنا بالبوكمال، أهلنا بحمص، أهلنا بحما، أهلنا بالساحل، أهلنا بدمشق، أهلنا بالقنيطرة. كلهم أهلنا وإخوتنا، والسويداء جزء ومكون أساسي، وما بنسمح إنه نبعد أو حدا يبعدنا عن الخط السوري السوري اللي ضحينا وقدمنا دم وبعد منقدم دم كرمال نحافظ على هويتنا. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. واحد واحد واحد.